السلام عليكم تمام. الأستاذ يعني أبو العربي الغني عن كل سعيد كذلك ما تكلم على دعونا نبدأ هذا الحوار مقبل معاً وشوف نقول تعطوا باللي مجبناش مسؤولين مواضيع مهمة جدا تناقش اليوم، منها الرئاسيات كمحطة لتجسيد الديمقراطية الفعلية، كذلك دور المجتمع المدني في التنمية المحلية، كذلك التشبيك الجمعوي ودوره في تعزيز الوعي المجتمعي، كذلك الاتصال وشبكة التواصل الاجتماعي بين خطورتها إيجابيتها سلبيتها. إذن يعني لربما المواضيع كانت مواضيع تكوينية بقدر ما هي تحسيسية. اليوم الشعب الجزائري والوطن كله على موعد مع استحقاق هام ألا وهي الانتخابات الرئاسية اللي هي الانتخابات اللي راح تكون في 7 سبتمبر المقبل ان شاء الله. نهيب بالحركة الجمعوية انهم يكونوا على مستوى الحدث. لماذا؟ لان الجزائر تواجه عديد التحديات، لابد ان نكون على قدر هذه التحديات، وهذا هو المأمول في المجتمع الجزائري، وهذا هو المأمول في جمعيات المجتمع المدني.